اكيد طبعا. احنا يعني لحد دلوقتي اول مجموعه او يعني تاني مجموعه فرق اهداف مش عارفه قوي، بس ان شاء الله لو كسبنا الماتش الجاي خلينا نصعد اول مجموعه، واحنا نعتبر جايين من بعيد قوي يعني، جايين ان احنا ما صعدناش اصلا من الجيش الملكي عشان خسرنا، بعد كده البطوله بقت في المغرب، فاحنا جينا ومش جايين كمان اتعادل، كسبنا بطل افريقيا بعد كده اتعادلنا مع فرقه انا يعني شايفه ان كان ماتش صعب جدا 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 بدنيا علينا وذهنيا، فلحد دلوقتي احنا ماشيين 10 على 10. احنا الجمهور المغربي نكتشف فريق مسار، فريق جميل صراحه هي هذه. يعني شكرا والله، يعني ده مجهود طبعا اتحط مش من شهر ولا شهرين، من سنتين المنظومه بتبني واحده واحده، دوري في كاس في دوري في كاس في سوبر في تصفيات شمال افريقيا في تشامبيونز ليج، وان شاء الله نوصل نحقق حاجه كويسه في البطوله. زميلتكم كانت لاعبه المقابله، يعني الكلمه على الزميله اللي خدت ساندرين صراحه تستحقها، انا قلتها لها يعني ما شاء الله بجد بتساعد في كل حاجه والاخر لحظه ومضحيه، ولو كان اي حد خدها هو يستاهلها وهي كمان تستاهلها. المدرب احمد رمضان يعني هو الاب ديالكم؟ اكيد هو كابتن احمد رمضان، الصراحه احنا من كتر ما احنا واثقين فيه هو اللي بيشوفه احنا بننزل ننفذه، ولحد دلوقتي النتائج زي ما احنا شايفين يعني كسبانين ابطال افريقيا ومتعادلين مع فرقه قويه جدا، وان شاء الله نصعد نص النهائي. نختموا بكلمه ديالك للجمهور المصري اللي يشوفك من على وادي النيل. يعني الناس طبعا اللي افتكرت ان احنا مش هنعمل حاجه اديهم بيتفرجوا، والناس اللي كانوا بيشجعونا يعني بيدعمونا، احنا في الاول وفي الاخر بنلعب باسم مصر، ودي حاجه تشرف ان احنا باول فرقه مصريه تصعد لنص نهائي في اكبر بطوله للانديه في افريقيا. هنيئا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.